السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اسمع، لما روحك بكلمك بالأدب عشان احنا جوا الجامع. حاضر ألمها، بس ألمها عليك عن كل حاجة. بعرفات دقر بيت الشيخ مريم وقبل الحيقة. عيب لي انت هتتدروش علي؟ لا ما تتدروش، عسألك صح وانا اجاوبك. شوف يا عرفات، انا ما بيفرقش معايا كلام الناس خالص. عرفات بيفض في الحيط، عرفات بيختفي من الخيمة. عرفات هيطير في السماء، ما يفرقش. فهمت؟ بس عرفات ما يطيرش في السماء. حتى لو شفتك بتطير في السماء بعيني وقالوا لي عرفات بيزني أو يسرق، أقيم عليك الحد جوا الجامع. سمعت؟ سمعت مليح، لكن أنا ما عملتش كده. عشان كده أنا بحصرك. لما روحك وأبعد عن الحاجة واتجي شر يا عرفات. أنت ليه يبقى فيك شر طيب؟ الشر لما يبقى في خدمة الخير يبقى خير. أحرص نفسك يا عرفات، ولما روحك وخلي كرامتك جواك. لو خلفت الشرع يا عرفات مالكش عندي كرامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.